أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام أينما كنتم. علوم الدار التاسعة مباشرة من مركز أخبار قنوات أبوظبي، كل عام وأنتم بخير. أبرز العناوين: رئيس الدولة ونائبه يهنيان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 971 نزيلا في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية والإسلامية ورؤسائها وأمرائها، وأعرب سموه عن تمنياته لهم بمفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيدا من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية والإسلامية ورؤسائها وأمرائها. بمناسبة شهر رمضان الفضيل، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: يهل علينا شهر الرحمة والمغفرة، اللهم اجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الجميع. بمناسبة شهر رمضان الفضيل، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: كل التهنئة لشعب الإمارات ولكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والأمن والإيمان، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمر بالإفراج عن 971 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بمناسبة شهر رمضان الفضيل، قال سمو الشيخ حمدان بن زايد دال نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر حسابه الرسمي في تويتر: يهل علينا شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والعطاء، اللهم أعده على صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وولياء العهود وشعب الإمارات بالخير واليمن والبركات. هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلا الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع. هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات.
هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ سمو بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذية، التقى أعضاء مجلس أبوظبي للشباب، حيث اطلع سموه على إنجازات المجلس خلال دورته الخامسة 2021-2023، وتناول هذا اللقاء عرض أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس خلال الدورة السابقة بحضور مجموعة من المواهب الشابة المشاركة في هذه المبادرات بالتعاون مع شركاء الاستراتيجيين، حيث تم عرض إنجازات المجلس في تعزيز منظومة تمكين الشباب على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تشجيع وتحفيز فئة الشباب على المشاركة المجتمعية وبناء قدراتهم واستثمار طاقاتهم للمشاركة في مسيرة التنمية والدفع بعجلة التطور نحو الأمام عبر تفعيل دور الشباب وإيصال أفكارهم وتسخير كفاءاتهم في خدمة الوطن. عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، وإلى أفغانستان وشعبها الصديق، وإلى أهالي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. بعد الفاصل فعلوم الدار التاسعة. أصول العلماء ضيوف رئيس الدولة قادمين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة. Was spectacular. He gave us so much information without overwhelming us. He really did a very good job, and we are stunned by the beauty and the holiness of this place. The guide was very informative. He provided a lot of information about the tour and the mosque and the building of it, and it's absolutely phenomenal and stunning and amazing. It's a lot of new information, even though we have been here for a while, and we really appreciated that. The guide was brilliant, and we really enjoyed our tour. It made our visit to the mosque much better. This has been just a wonderful spiritual event. نرحب بشعوب العالم في أبوظبي إمارة التسامح والسلام. الأخوة الإنسانية رسالتنا التي ننشرها عبر بقاع العالم. ما نقوم به شكر بسيط لعطاء الوطن السخي. نفخر بدورنا الوطني المستلهم من إرث الإمارات العريق. نجعل من التميز والابتكار منطلقاً لنا لتعزيز تجربة زوار الجامع. ثمانية عشرة دقيقة بعد التاسعة مساء، الساعة في أبوظبي. أبرز عناوين علوم الدار التاسعة لهذا المساء. رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
لتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدين متابعة علوم الدارة في كل دارة عبر منصات علوم الدارة للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. وصل إلى الدولة كوكبة من أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قادمين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة. وكان في استقبال في مطار أبوظبي سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والأستاذ محمد سعيد النيادي المدير العام للهيئة وعدد من المسؤولين فيها. وقد رحب الدكتور الكعبي بالعلماء الضيوف متمنيا لهم طيب اللقاء في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في البرنامج الرمضاني السنوي بالدروس والمحاضرات والندوات في المساجد والمجالس والمؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا لهم مدى اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بالعلم والعلماء وحرص سموه على عكس الوجه الحضاري لديننا الإسلامية وتعاليمه السمحة. وبعد الفاصل في النشرة، إيد كان صناعة إماراتية لـ50 منتجا دوائيا يصدر لـ20 سوقا عالمية. نعيش في مجتمع قائم على التسامح والتعايش وحب الآخر، وعلينا أن نكون قدوة حسنة في مختلف أمور حياتنا، خاصة في تفاعلنا الافتراضي أمام أبنائنا، لنرسم لهم الطريق الذي يضمن لهم الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية ويخلق فرصاً جيدة للتعلم والتفاعل الآمن والإيجابي. أهلا بكم. في الإمارات تزداد عدد الصناعات والمصانع الدوائية، ومن أبوظبي نتعرف على إدكان أحدث مشروع في مجال الصناعات الدوائية في الدولة. ضمن خطط طموحة للدولة لدعم الاستثمارات في المجال الدوائي وجعل أبوظبي منصة استثمارية لانطلاق المشاريع التصنيعية المتخصصة وذات قيمة استراتيجية عالية، افتتح المصنع الأول لشركة أدكان الدوائية في إكاد الصناعية بأبوظبي للبدء بالتصنيع التجاري. وتعتزم الشركة تصنيع مجموعة كبيرة من الأدوية لها قيمة استراتيجية لتزويد السوق الإماراتي، ومن ثم الانطلاق للتسويق في المنطقة والأسواق الدولية. وتم تدشين المصنع الأول للإنتاج التجاري بحزمة من الأدوية الفموية المتخصصة تشمل أدوية القلب والجهاز الوعائي وأدوية الصرع والجهاز العصبي وأدوية السكري وغيرها، باستثمار يقدر بـ200 مليون درهم، لتنتهي الشركة قريبا من استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لتصل قيمة الاستثمارات لنحو 350 مليون درهم. وتسعى الشركة للانتهاء من المصنع الثاني المخصص لتصنيع أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية، والثالث لإنتاج الأدوية الهرمونية، والمتوقع تدشين المراحل الأولى للإنتاج فيهما مع الربع الثالث من سنة 2023. سيكون هذان الصرحان أول مصنعين من نوعهما في الإمارات، فيما سيكون مصنع الهرمونات الأول من نوعه في المنطقة. ويسعى المصنع إلى توفير المنتجات الدوائية بأسعار مناسبة لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مستفيدا من الدعم الحكومي والموقع الاستراتيجي والسمعة العالية للدولة
الأمر الذي يعزز تطلعات الشركة في أن تصبح مزوداً إقليمياً وعالمياً في مجال الصناعات الدوائية. ومن المتوقع أن تغطي منتجات المصنع أكثر من 20 سوقاً عالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة، وتسهم مصانع شركة أدكان الدوائية في تقليل الاعتماد على واردات الأدوية من الخارج، تماشياً مع خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع نسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محلياً. وتخطط الشركة لإنتاج أكثر من 50 صنفاً دوائياً في المرحلة الحالية، والأدوية السرطانية والهرمونية في المرحلة المقبلة، بقدرة إنتاجية تبلغ مليار قرص وكبسولة سنوياً للمرحلة الأولى. ربط الرياضة بالأعمال الخيرية واستهلال البطولات الرمضانية بدءا من الغد، دعونا نتعرف عليها في تقرير علي كاظم. أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة رياضية جديدة تحت عنوان خطوة حياة، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في العمل الخيري والربط بين الرياضة والأعمال الخيرية من خلال المشاركة في رياضة المشي ومعادلة خطوات بمبالغ مالية لصالح مؤسسة الجليلة. وسيتم التبرع بمبلغ 10 دراهم للأعمال الخيرية مقابل كل 1000 خطوة يقوم بها المشارك في المبادرة. وسيتم تنظيم فعاليتين مصاحبتين للمبادرة في عدة مناطق مختلفة، وستكون عبارة عن منصة رياضية يقدم فيها مدرب محترف تدريبات مجانية للجمهور في ممشى الخوانيج بالحديقة القرآنية وشاطئ كايت بيج. مبادرة فعلا بمعناها الجميل خطوة حياة، وخطوة حياة هي أن تمارس الرياضة، والرياضة أصبحت اليوم جزء لا يتجزأ من صحة أي مجتمع، فكل ما مارست الرياضة كل ما أنت خففت فاتورة الأدوية، وبالتالي لابد من دعمها أكثر من خلال عمل خيري. أن تمارس الرياضة وهذا العمل الخيري يصب في مصلحة أبحاث طبية وبالتالي يزور إلى مؤسسة الجليلة. أقيمت اليوم قرعة بطولة الكرة الطائرة وكرة السلة لمنافسات النسخة 10 من دورة ند الشبر الرياضية، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبر الرياضي، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار قدرات لا حدود لها، وتتضمن 8 ألعاب رياضية. نحن بعد 9 سنوات اليوم في عامنا 10، البطولة هذا العام بيكون فيها 8 ألعاب وثمان بطولات رياضية مختلفة. عندنا بطولة الجوجيتسو، بطولة القوس والسهم، بطولة المبارزة، أيضا هناك بطولة الدراجات الهوائية، سباقي الدراجات الهوائية وسباق الجري. طبعا هذه السباقات لها فئات كثيرة، نكون حريصين على نحن نغطي جميع أفراد المجتمع. أيضا هناك كرة الطائرة التي تعتبر من البطولات الأبرز، وأيضا ما في شك أن أصحاب الهمم لهم تواجد ويانا. عاد الأسطورة ليونيل ميسي ليقود حقبة جديدة للكرة الأرجنتينية عقب تحقيق منتخب التانغو لقب كأس العالم. المنتخب الأرجنتيني سيخوض مباراتين وديتين على أرضه خلال فترة التوقف الدولي أمام كل من بنما وكرواساو. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني نفاد تذاكر مباراة أبطال العالم ضد بنما على ملعب مونيمونتال. وأكد المدرب ليونيل سكالوني أن تشكيل المباراة الأساسي سيكون ذاته الذي خاض النهائي أمام منتخب فرنسا. علوم الدار 9 انتهت، قدمت لكم من مركز أخبار قنوات أبوظبي. كل عام وأنتم بخير، مباركا عليكم الشهر الفضيل، أعاده الله على قيادتنا الرشيدة وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات. إلى اللقاء.